المقدمة لسلسلة للبطارية مشاكل وحلول. بسم الله الرحمن الرحيم، نختصر الكلام فالوقت يداهمنا، والموضوع لا يحتاج كثير من الكلام. فالمقصد من هذه السلسلة التي تهم الجميع حول بطارية الجوال، خصوصا الجوالات الذكية. واخترت الاسم بعناية بعد دراسة مواضيع حلقات السلسلة ليكن للبطارية مشاكل وحلول. إذا أردنا أن نعرف الحلول فيجب في البدء أن نعرف المشكلة، وإذا أردنا أن نعرف المشكلة يجب البحث في أسبابها، وهذا هو المنطق البحث العلمي. وأشكر كل من سببني في هذا الموضوع، لكن سوف أقدم الموضوع بطريقتي الخاصة وبناء على أفكاري الجديدة. والشيء الذي دفعني لهذا هو انتفاخ إحدى البطاريات المستخدمة عندي، وسوف أتحدث عن هذه المشكلة في قادم الحلقات. أحبتي الكرام، أرجو من الجميع أن يهتم بمحتوى هذه السلسلة، وهناك حلقة التي تهم الجميع بشأن الإضاءة وموضوع الشحن والشحن الصحيح، وإضافة لمشاكل البطارية والحلول. نسأل الله تعالى التوفيق. أخوكم أبو سعيد عبد الله باوزير، كاتب السلسلة ومعلن الحلقة. انتظرونا إن شاء الله مع قادم الأيام.